دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، معالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، السادة الوزراء، الحضور الكريم، مشرفنا ومنورنا. بنرحب بحضراتكم في المعرض والمؤتمر الرياضي الأكبر في مصر والشرق الأوسط وقارة إفريقيا، سبورتس إكسبو 2023، تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس. كده هنسقف مرتين. تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة. قطاع الرياضة واحد من أهم القطاعات في أي دولة وأي مجتمع، ولما بنتكلم على الرياضة فإحنا بنتكلم على الرياضة بشقيها الاقتصادي والفكري والاجتماعي أو التربوي. اقتصادياً الرياضة أصبحت صناعة مؤثرة في العديد من القطاعات: السياحة، الإعلام، التجارة، التسويق، تنظيم البطولات والفعاليات، وغيرها كتير من القطاعات اللي الرياضة بتؤثر فيها بشكل مباشر. وإذا ما تم الاهتمام بهذه الصناعة تصبح الرياضة مورد وجاذب للاستثمار الأجنبي ولرؤوس الأموال الأجنبية، وبالطبع تخلق فرص عمل جديدة. أما على الجانب الاجتماعي والتربوي، الرياضة أخلاق قبل ما تكون منافسة، وأي حد مارس رياضة أو بيمارس رياضة عارف أن الرياضة ليها دور مؤثر وكبير جداً في تنشئة وتكوين إنسان سوي محترم منضبط. وهي دي بالظبط أهداف سبورتس إكسبو 2023، اللي هو مش مجرد معرض، ده أول معرض ومؤتمر رياضي دولي يحمل اسم مصر. أهدافه في غاية الأهمية اقتصادياً، إنه يساعد ويساند منظومة الرياضة المصرية لتكون مفيدة اقتصادياً للدولة المصرية. بلاد كتير جداً الرياضة بتشكل فيها رقم هام اقتصادياً. لو بنتكلم على دولة إنجلترا، فالرياضة وعوائد الرياضة بتشكل 4% من الدخل القومي. في البرازيل 5% من عوائد كرة القدم فقط لا غير، ويتم تصدير 20,000 لاعب كرة قدم برازيلي محترف سنوياً، مما يدر عملة صعبة على دولة البرازيل. في ألمانيا عوائد الرياضة 3% من الدخل القومي. الولايات المتحدة الأمريكية عوائد الرياضة تفوق عوائد السينما وصناعة السيارات. أما اجتماعياً في أهداف سبورتس إكسبو 2023، إن الرياضة تبقى نمط حياة، تبقى جزء أصيل من حياة ويوم كل مواطن مصري.